الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون المالية مظهر محمد صالح إن احتياطي البنك المركزي حاليا هو الأكبر في تاريخ العراق بعد وصوله إلى 115 مليار دولار. واعتبر صالح أن الحزام التي أطلقها البنك المركزي ذكية وتعطي اطمئنانا للمواطن العراقي، موضحا أن العراق دخل مرحلة المدفوعات الرقمية بشكل صحيح. وكان مجلس الوزراء قد وافق على اعتماد قرار البنك المركزي العراقي برفع قيمة الدينار أمام الدولار إلى 1300 بدلا من 1400 دينار 1470 دينارا، في خطوة تهدف إلى تعزيز قيمة العملة المحلية. قالت وكالة رويترز إن إنتاج النفط في كردستان العراق بات مهدداً بعد أن أجبر على التوقف من المنطقة الواقعة بشمال العراق، وهناك ضخ الخام إلى منشآت التخزين ذات السعة المحدودة. واضطر العراق لوقف نحو من 450 ألف برميل يومياً من صادرات الخام من كردستان العراق عبر أنابيب تصدير يمتد من حقول النفط في كركوك إلى ميناء جيهان التركي. وتوجه وفد حكومي من كردستان العراق إلى العاصمة بغداد لبحث الملف النفطي بعد توقيف صادرات كردستان باتجاه تركيا. قالت هيئة الجمارك في العراق إنها ضبطت 61 شاحنة مخالفة تحمل مواد متنوعة مخالفة للشروط في مديرية جمرك المنطقة الشمالية. وأضافت الهيئة أن الشاحنة كانت تحمل مواد زراعية وأسمدة عضوية وعددا إنشائية ولوازم أطفال وأجهزة تصنيع الكيبلات والحبال وفواصل جدران وقرميد بلاستيك وحجر مرمر ومواد غذائية متنوعة وأجهزة وآلات لتحضير العلف الحيواني ومضخات هيدروليكية وأجهزة لصناعة منتجات المخابز ومواد مختلفة ومتنوعة أخرى مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة. يعاني الاقتصاد المصري من أزمة كبيرة في التمويل، ما جعل النظام يبحث عن بيع الأصول السيادية للخروج من الأزمة. ويرى مراقبون أن أزمة النقد الأجنبي وسد فجوة التمويل في مصر باتت معضلة تعجز الحكومة في مصر على حلها، ما يدفع لطرح المزيد من الأصول للخروج من هذه الأزمة الكبيرة التي فرضتها السياسات المالية والاقتصادية المضطربة. ويرى محللون في بنك مورغان ستانلي أن طروحات النظام المصري من الأصول يمكن أن يدر عليه ما يصل إلى 7 مليارات دولار. ويسعى النظام في مصر لبيع أصول تقدر بنحو 40 مليار دولار خلال 4 سنوات. أفادت بيانات رسمية بارتفاع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة خلال شهر شباط الماضي بنسبة 0.6% على أساس شهري إلى 91 مليار دولار. وحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي الحكومي، سجل عجز الميزان التجاري نحو 91 مليار دولار في شهر كانون الثاني الماضي وفق البيانات المعدلة. وأشارت البيانات إلى انخفاض صادرات الولايات المتحدة بنسبة 3.8% على أساس شهري إلى 167 مليار و84 في شهر شباط. وبالنسبة للواردات الأمريكية، سجلت انخفاضا شهريا بنسبة 2.3% إلى 259 مليار دولار في شهر شباط. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
كتاب الموجز، إلى اللقاء.